كنز في بطن حوت نافق بلغت قيمته أكثر من نصف مليون دولار. موقع Greek Reporter كشف أن خبيراً مختصاً في علم الأمراض عثر على حوت نافق جرفت الأمواج إلى شاطئ في جزيرة لابالما بجزر الكناري الإسبانية. الخبير تفاجأ بوجود حجر عنبر في بطن الحوت بوزن 9.5 كيلوغرامات بعدما قام بتشريح الحوت لمعرفة أسباب نفوقه. لكن ماذا نعرف عن مادة العنبر؟ العنبر هو مادة نادرة تنتج فقط في بطون نوع محدد من الحيتان، والتي تتقيأها أحياناً فتصل إلى الشواطئ، حتى أنه يطلق عليها الذهب العائم. العنبر مادة مقدسة بالنسبة لصانعي العطور على مدى قرون، ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها حوالي 40,000 دولار. تلك المادة العطرية العجيبة تتشكل في بطن الحوت بسبب المخلوقات الرخوية والحبار التي يأكلها ولا يتم هضمها، فتتحول مع الوقت لكرة عنبر، وتتسبب في النهاية بقتل الحوت في حال لم يتقيأها بسبب زيادة حجمها مع مرور الوقت.